هذا الموعد يعتبر موعد تاريخي بالنسبة للجزائر، يعتبر موعد تاريخي لبناء الجزائر الجديدة التي آمن بها الشعب الجزائري، لبناء الجزائر الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية، لبناء الجزائر الجديدة التي نحلم بها ويحلم بها كل شعب جزائري. نحن كسلطة نؤكد على أهمية هذا الموعد، وهو تحدي لابد أن نساهم جميعا في إنجاحه إن شاء الله.